السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهارده هنشوف فيديو جديد وانبوكسنج المايك فظيع عشان اليوتيوبر اللي حب يسجل بيه، او مايك عادي ممكن تجيبه برضه تسجل الفيديوهات بيه. خطير جدا يا جماعة المايك ده. طبعا كنت اول مرة بتشوفوني، انا حلمي ودي قناتكم حلمي الاسطوري، بنزل جيمز وبابجي وفورتنايت وكل العاب البلاي ستيشن 5 زائد انبوكسنج وحاجات ان شاء الله تعجبكم باذن الله. تابعونا على القناة وأتمنى تشتركوا عندي دلوقتي حالا، تضغطوا لايك وشير وكومنتات الجميلة في نهاية الفيديو إن شاء الله. النهاردة تعالوا نشوف مع بعض المايك وصل من علي إكسبريس. طبعا أنتوا عارفين كل حاجة بشتريها من علي إكسبريس. شكل المايك يا جماعة أهو مايك مكثف عالي جدا ما شاء الله، ستايله جامد. طبعا جايبه عشان اليوتيوب، تسجيل الجيمز والأنبوكسنج والحاجات دي هتحتاجه. فتعالوا نشوف مع بعض المايك عامل ازاي، وهنفتحه دلوقتي مع بعض ونعمل انبوكسنج للبوكس. طبعا شكل البوكس بتاعه شيك قوي، اسود في احمر وماركه دراجون في علامه التنين اهي، باينه خالص علامه التنين يا جماعه. طيب تعالوا نشوفه دلوقتي ونفتح مع بعض. طبعا العلبه بتيجي عاديه خالص اهي، نفتحها من الجنب كده. ايوه تمام، خلي بالنا طبعا يا جماعه العلق ما نكسرش بالراحه، نفتح خالص بالراحه عشان ما يحصلش حاجه. تمام كده، ده نفس الفكره يا جماعه بنفس الشكل. بعدين تسحب المايك، خلي بالك طبعا يكون وشه تحت يقع يتكسر، فانت تتاكد ان اول وشه فوق هو وشه فوق كده. تمام، افتح بقى، شد البوكس كده من هنا. اوكي طيب، دي علبه فاضيه ما فيش فيها حاجه خلاص اهي، خليها باينه على جنب. تمام طيب، بيجي معاه طبعا يا جماعه الكتالوج، معاه كتالوج شيك قوي، شرح لكل التفاصيل. هو موضوع بسيط يعني مش محتاج شرح، بس يعني بيشرح لك ازاي توصله في ال بيشرح لك ازاي توصله في الكمبيوتر او البلاي ستيشن او ايا كان المكان او الموبايل. طيب جاي معاه ستيكر شياكه كده عشان تزين بيه المايك في النهاية، مكان كده تحط على الاستيكر. طيب شوفوا بقى يا جماعة، هاي العلبة اهي بيبقى جاي شكلها كده يا جماعة. اوكي نفس المنظر كده، هنشوف دلوقتي ايه اللي جوه العلبة وهنفتح ونركبه. طيب اول حاجة طبعا المكثف ده يا جماعة، المكثف مكثف الصوت، مكثف الصوت اللي هو بيخلي الصوت نقي وواضح، خليه كده على جنب. طيب نجيب بقى اول حاجه طبعا الستاند يا جماعه، ده شكل الستاند بتاع المايك شيك قوي. تمام، لازم تلفه لفه كده عشان تسحب الايه الرجلين هنا اهي، شايفين كده يا جماعة؟ دي القاعدة. ايوه وده جزء يا جماعة اللي بيتحرك، حرك فيه المايك هنا اهو. تمام، ده الجزء ده نشيله كده نوقفه، انتوا شايفين كده يقف، ودي القاعدة. طيب هنركب يا جماعة المايك. المايك ما شاء الله شيك قوي، شوفوا يا جماعه شكل المايك، ده شكل المايك اسود شيك قوي عليه برضو علامه التنين واضحه. طبعا بتشيل الواير ده تدخله من الفتحه زي ما انتم شايفين كده. ايوه
ومايك يا جماعة بنحطه زي ما انتوا شايفين هنا كده. طبعا المكثف بتحط هنا كده، الحته اللي فوق ده يا جماعه خلي بالنا طبعا عشان ما تقطعش. ايوه تمام. والمايك بتاعك الجميل اهو، الستاند بتاعك الحلو اهو، حط مايكك هنا كده. السلك طبعا بيعدي من هنا، ركبه بعدين بقى يا جماعه. والمكثف بتاعك موجود، بتنزله على المايك زي ما انت عاوز، انت شايفين كده ماشي يا جماعة، شكل المايك وده المكثف بتاعه. شكله شيك اوي يا جماعة، لونه اسود برضو مميز. الستاند طبعا ده ممكن تفك الستاند ده وتركب الستاند التاني الطويل، جرب كده نشوف. تمام كده يا جماعة، ده المكثف. هنا في جزء بيتفك تحت اهو، شوفوا يا جماعة الرجل كده بقت منفصلة خالص اهي. ممكن تثبت ده على الستاند اطول وتوقفه، يعني لو انت عايز تتكلم واقف. وده بتحط على الترابيزة حجم صغير، تفتح رجليه وتحطه. المايك ده جميل جدا يا جماعة، برضو في حدود يعني، برضو نفس الكلام $10، مش غالي. الستاند بتاعه شيك قوي، المكثف بتاعه. شكرا يا شباب على المتابعة، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وطبعا ده من علي اكسبريس المايك ده. ما تنسوش يا شباب اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو وعايزين تشوفوه مرة تانية. طبعا في جيمز كتير بنزلها، اتمنى تعملوا لها شير وتشوفوها، وفيها حاجات كوميدية شوية وفي حاجات فيها اكشن. ان شاء الله الفيديو تعجبكم، وانا حلمي ودي قناتي حلمي الاسطوري. وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شوفكم فيديو جديد يا شباب، سلام.